أما بعد، عباد الله، قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، إلى آخر الآيات. هذه الآيات العظيمة أيها المسلمون عباد الله، خاطب الله تعالى فيها نبيه صلى الله عليه وسلم بخطاب يبلغه نساءه من أمهات المؤمنين لشرفهن ومكانتهن العظيمة وقربهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهن قدوات لنساء المؤمنين من بعدهن. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، أي إن كنتن تردن متاع الدنيا وزخارفها وما فيها من الحياة الرغدة فتعالين أمتعكن، أي أعطيكن متاعكن اللي هو متاع الطلاق، وأسرحكن أي أطلقكن سراحا أي طلاقا جميلا. وهذا الكلام على تقدير أنهن يردن الدنيا، وهذه تسمى بآية الخيار، أي أن الله سبحانه أمر نبيه أن يخير أزواجه أمهات المؤمنين، بأنهن إذا أردن الدنيا طلقهن ليتزوجهن غيره من أولي المال والعز، فيتمتعن في هذه الدنيا بمتاعها الفاني. وأما إذا أردن الله ورسوله وأردن الدار الآخرة فليبقين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضيق الحال وقلة ذات اليد، كما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: إنه ليمر بنا الهلال والهلالان، تعني الشهر والشهرين، ولا يوقد في بيت رسول الله نار. قالوا: يا أمه كيف كنتم تعيشون؟ قالت: على الأسودين، على التمر والماء. وهذا من شظف العيش الذي عاشه سيد الورى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت هذه الآيات نقل الإمام أحمد
في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في بيته، حوله نساؤه يطالبنه النفقة، فطرق عليه الباب أبو بكر فلم يؤذن له، ثم طرق عليه الباب عمر فلم يؤذن له، والناس ينتظرون خارج الدار، فأذن لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتياه وجلسا عنده إذ بنسائه حوله يطالبنه النفقة، ورسول الله ساكت لا يرد وليس عنده شيء. فقال عمر رضي الله عنه: لأقولن كلاما لعله يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، إن ابنة زيد، وهي زوجه، زوج عمر، ابنة زيد ابن عمرو ابن نفيل العدوي، قال: إن ابنة زيد تطالبني النفقة فوجأت عنقها، يعني أوجع وضربه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: هؤلاء حولي يطالبنني النفقة. وهذا ليعلم الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام عاشوا حياة هي مثل حياة البشر، يعانون مما يعاني منه الناس من زوجاتهم، وتعيش زوجاتهم معهم حياة دنيوية عادية فيها تقلبات النساء وفيها مطالبات النساء الكثيرة التي لا تتوقف والتي ليس للرجل بها طاقة، لا سيما وقد جمع على النبي صلى الله عليه وسلم فوق ذلك مسألة الضرات، لأن أفعال النساء اللاتي لهن ضرات تزيد على النساء المفردات، المطالبات أكثر، التعسف في الطلبات أكثر، الأذى وتنكد الحياة، فيجمع كثير من الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول له: دير كلهم يطالبني النفقة. فقام أبو بكر على عائشة ليضربها أو ليضربها، وقام عمر لحفصة ليضربها، فأوقفهما النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قالت نساء النبي: والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عنده بعد اليوم. قالت عائشة رضي الله عنها: فنزلت آية الخيار، فبدأ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: أتاني فقال: إني أخيرك بين أمرين، ولا تعجلي حتى تستأمري أبويك، يعني أنت ما تفصلي في قرارك ولا تديني نتيجة لحد ما ترجعي وتستشيري وتستأمري أبويك. قالت عائشة وهي أفهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: وهو يعلم أن أبوي لن يقبلان لي أن أفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك قال لها: لا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: ثم تلا علي قوله تعالى: يا نساء النبي، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، إلى آخر الآية. قالت: فقلت: أفيك أستأمر يا رسول الله، وفيك أستشير يا رسول الله، إني رضيت بالله ورسوله. قالت: وقلت له:
وهذا من ذكائها، وفي ذلك لمحة من أوامر النساء وأمورهن في فعائل الضرات. قالت: إذا استشرت وخيرت زوجاتك فلا تخبرهن بما اخترت أنا، بس خلين على كده ما تكلمين، وهذا من ذكائها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما بعثت معنفا، إنما بعثت معلما ومرشدا، والله لا تسألني واحدة عنك إلا أخبرتها بكلمها. وهذه من صنائع الضرات، لذلك من دخل في هذا المضمار فعليه أن يكون حصيفا، هذا مع صبره الواسع ومع حلمه الجميل ومع سعة صدره ليتحمل ما يجد من أمور الضرات. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين أزواجه، فكلهن قلن كما قالت عائشة: رضينا بالله ورسوله. قال العلماء كما ذكر ابن كثير وغيره: فاخترنا رضي الله عنهن رضا الله تعالى ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم، ففزن بالثانية، وهي: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. لماذا يضاعف العذاب؟ لمكانتهن العالية ولمنزلتهن الرفيعة ولأنهن القدوات. وهذا على تقديري أن الواحد منهن تأتي بفاحشة مبينة، وهذا لم يحصل. قال ابن عباس: والفاحشة المبينة المقصودة هي سوء الخلق أو سوء الطبع، وهذا لم يحصل من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن، فإنهن كن خير النساء رفيقات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم أو زواجه من هذا العدد من النساء، وأن الله قد خصه بهذا العدد من النساء، حكمة بالغة وعظيمة. وقد جمع آنذاك النبي صلى الله عليه وسلم من النساء 9، 5 من القرشيات، وهن عائشة بنت أبي بكر، وحفصة بنت عمر، وسودة بنت زمعة، وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وأم سلمة طليق أو زوجة أبي سلمة التي مات عنها. هؤلاء 5 من قريش. ومن غير قريش: صفية بنت حيي ابن أخطب من المدينة ومن يهود المدينة أبوها، وهي المصطلقية، عفوا النضرية. والثانية هي ميمونة بنت الحارث الأسدية، والثالثة هي زينب بنت جحش الأسدية، وميمونة بنت الحارث الهلالية، والأخيرة هي صفية بنت حيي ابن أخطب أو جويرية بنت الحارث المصطلقية من بني المصطلق. دل 9 من نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا آنذاك في ذلك الوقت. وقد توفيت خديجة بنت خويلد الأسدية القرشية الهاشمية، القرشية الأسدية، وكذلك ماريا القبطية، وهي أم إبراهيم، ولم تلد له من هؤلاء النساء إلا خديجة وماريا رضي الله عنهن جميعا. اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة فأعد الله لهن في الدار الآخرة نعيما عظيما. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا
وأن ينفعنا بما علمنا إنه جواد كريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، قال سبحانه وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، أي إذا حققتن التقوى لستن كأحد من النساء، لا يبلغ شرف النساء شرف أمهات المؤمنين، ولا مكانة الواحدة منهن. قال العلماء: لما اختص الله به أمهات المؤمنين من نزول الوحي في بيوتهن. قال العلامة ابن كثير: وعائشة أحظاهن في ذلك وأعظمهن نعمة في ذلك، وهي التي تقول: ما نزل جبريل في فراش امرأة غيري، أي ما نزل جبريل على النبي بالوحي وهو في فراش امرأة إلا عائشة رضي الله عنها. قال العلماء: وخصها الله بذلك لأنها كانت البكرة الوحيدة ولم تجتمع مع رجل كزوج في فراش غير النبي صلى الله عليه وسلم، كما اجتمع غيره أو غيرها من النساء مع أزواجهن السابقين، فهي البكر الوحيدة في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: فلا تخضعن بالقول، أدبهن بآداب، ونساؤنا أحق بهذا الأدب، لأن نساء النبي لهن الشرف العالي والمكانة السامية، ولا يتبادر لذهن عاقل أن يصدر منهن ما يسيء الأخلاق أو يقدح في الشرف، فنساؤنا أحق بذلك. قال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. والخضوع بالقول هو تكسير الكلام والتغنج بالصوت وترنيم اللغة، كأن المرأة تداعب زوجها. وهذا المشاهد اليوم في الشوارع، في الجامعات، بالجوالات، تناغم وونسات، حتى ألف الناس المنكر، وبقت البت اللي ما بتتكلم بهذه الصورة هي الشاذة في المجتمع وهي الغريبة. سبحان الله، هي بقت الغريبة. ربنا يقول لأمهات المؤمنين: فلا تخضعن بالقول. لماذا؟ قال: فيطمع الذي في قلبه مرض. قال شيخ الإسلام: والمرض هو مرض الشهوة، لأن من كان سليم القلب لم يتحرك، أما المريض لو سمع صوت المرأة ما شافه، بس سمع صوته بيختل كله، بيتهزه وبيتجهجه كله، لأنه القلب فيه مرض. قال: فيطمع الذي في قلبه مرض. لذلك قال العلامة البغوي في معالم التنزيل، قال: ومندوب للمرأة أن تغلظ في الكلام، ومندوب للمرأة أن تغلظ في الكلام وتشتد. لما تتكلم معاك تقلب صوتها زي الراجل، هذا مندوب لها، لكي لا يطمع من في قلبه مرض. شوف بالله الناس كانت بتحافظ على أعراضها كيف، اللغة بس ونغمات الكلام. المرأة تكون جافة وناشفة في كلامها لما تخاطب الأجانب،
أما إذا كانت مع زوجها فلتفعل ما تشاء، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، أي استمتعوا بزوجاتكم بأصواتهن وبكلامهن وبأشكالهن وبمداعبتهن إلى غير ذلك من أنواع ما يباح للإنسان أن يستمتع بزوجته. قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا، أي الكلام المعروف الذي ليس فيه مغازلة للرجال، وقلنا قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، لا تخرج المرأة إلا لحاجة، تخرجها من البيت ما تتسكع في الشوارع طالعة ونازلة بدون سبب، بل بقت الهدف الأساسي اللي بيطلعها من بيتها عند كثير من الفتيات مارقة للرجال، تتسكع في الجامعات وفي الأسواق وفي الطرقات عشان تقابل الرجال، بل الأدهى والأمر والأسوأ إنه الأم في البيت بتطلع بيتها عشان تمشي تفتش لها راجل، هذا الأسوأ، هذا تجارة. ربنا يقول وقرن في بيوتكن. طيب وإذا خرجت لحاجة قال ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وتبرج الجاهلية الأولى بقى في كثير من المجتمعات سترة ذاته. قال المفسرون تبرج الجاهلية الأولى أن تضع على رأسها الخمار ولا تعدل بالخمار وتعتجر به، يعني ما بتلفه فتستر قرطها الحلق، ما بتستره، ولا تستر ضفائرها، كويس، ده تبرج الجاهلية الأولى، الخمار قاعد فوق هسه بقى فوق ذاته ما فيه، ده يسموه تبرج. شنو الجاهلية الأولى؟ في خمار فوق لكن ما بلفه كويس عشان يستر محاسن المرأة. طيب بتاعنا ده يسموه شنو؟ البنطلون ده بتاع الجاهلية عندهم بناطلين. واحدة تكتب كريت في الفيس قالت عندي ريدة مجهزاو، لما تجي دولة العلمانية قالت ريدة مجهزاو، قالت دايرة ألف بيه في شارع النيل، مقومين ثورة وجوطة وفوضى بتاعت نساء. السبب قالت عندها بس ريدة دارت ألف بيه، وقالت في شارع النيل يا أخي ريداك ده ما تمشي بيه أي محلة تانية، لف بيه يا أخي، ما تجوطي لنا بلدنا ساي، تملوها لنا فوضى عشان دارت لف لك بريدة عمري وكلام فارغ، أخلاق رديئة، أخلاق فاقت في السوء، أخلاق الجاهلية الأولى. وربنا يقول ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى بعد أن نهاهن عن هذه الأخلاق السيئة أمرهن بالأخلاق الجميلة وبالعبادات الرفيعة. قال وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. ما أحوجنا اليوم إلى مثل هذه التعليمات والأوامر الربانية لبناتنا. كم منا إن ما بيصلوا في الجامعات، كم ما بيصلوا، الواحدة ما بتصلي عشان ما تخرب الكريمة العاملة في وشها، ما قدرت تتوضى عشان ما تخرب كريماتها واللبسة بتاعتها، تترك الصلاة من أجل هذه السفاسف والتفاهات. ربنا يقول وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. بكل هذه الأمور إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، دي مش تعليمات عقيمة زي ما بقول، ولا إجراءات عقيمة، ولا ضوابط متخلفة، ولا مجتمع مغلق زي ما بيوصم المجتمع الإسلامي، لا أبدا، هذه قمة الطهارة والنزاهة وصيانة المجتمع وحماية الأعراض وصيانة البيوت. قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا،
واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الحكمة هي السنة، وآيات الله هي القرآن، أي اذكرن واعملن بالقرآن الذي يتلى في بيوتكن. فهذه الأوامر الربانية لأمهات المؤمنين هي قدوة يا أخواننا لنسائنا اليوم، فلعلنا نستفيد وننتفع ونستقي منها الأخلاق الراقية، لأن هذه أفضل أسرة، أسرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل بيت بني على التقوى. لعلنا نتعلم منه ونستفيد. أسأل الله لي ولكم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.